برحب بحضرتك طبعا. يعني طبعا يا ريت تطمننا، عايزين نعرف طبعا الكواليس اللي حصلت في طبعا الكثير من الانباء، والتاكيد طبعا المواقع وكل القنوات بتتناقل هذا الحدث، عايزين نعرف ايه صحته. انا بكلم حضرتك وانا جوه مطار الخيار الدولي، وباكد لحضرتك ولكل المستمعين والمشاهدين عند حضرتك ان مفيش اي مشكله عندنا في مطار القاهره الدولي. حركه الملاحه بتسير بشكل طبيعي، الرحلات الداخليه والخارجيه بشكل طبيعي. انا عديت على الاسوار كلها، مفيش اي مشاكل جوه مطار القاهره الدولي. يعني رقم واحد معالي الوزير، ما تردد عن تعليق حركة الطيران هو خبر مكذوب تماما. تماما. عظيم. مكان الحريق معالي الوزير عايزين نحدده، كم يبعد عن مطار القاهرة الدولي؟ انا ما اقدرش اكده، يعني ما اقدرش اكده، لان انا بقول لحضرتك انا جوه المطار، لكن باين طبعا ان هو خارج المطار في منطقه ممكن يبقى فيها محطه وقود، يبقى ممكن تبقى سبب جنبها منشأ مصنع كيماويات احد المنشئين يعني، لكن التاكيد المعلومه مش موجوده عندي. يعني هو حضرتك يعني بترجح ان هو يكون ممكن يكون في محطة وقود وجنبه ممكن يكون مصنع للكيماويات، احدهما انفجر واصاب الحريق المنشأ الاخر. ده احتمال، ده احتمال، لان انا مش موجود في مكان الحادث. انا بقول لحضرتك اللي هو ايه، بالرؤية بالعين المجردة، فده تأكيد المعلومة مش موجود عندي. عظيم. تأثير بقى هذا يعني الحادث، وحضرتك طبعا يعني عايزين برضو نعرف الحريق ده بيبعد قد ايه عن المطار، ما تأثير بقى هذا الحريق على المطار، على الخروج، على الدخول؟ طبعا حضرتك بتقول طبعا هو ما فيش اي تأثير حاصل على حركة الملاحة خالص، ولا دخول ولا خروج ولا اي حاجه خالص، لان هي في الجهه الشرقيه من المطار، وبالتالي اللي هو المنطقه دي اللي هي عند قريب من جوزيف تيتو والدائري، بعيده تماما عن حركه الطيران وحركه الدخول والخروج. فانا باكد مع حضرتك وباكد للشعب المصري ان مطار القاهره امن تماما، الرحلات بتسير بشكل طبيعي داخلي وخارجي، الملاحه بتسير بشكل طبيعي، ما فيش اي مشكله عندي. ده تصريح مهم جدا معالي الوزير. اكيد طبعا يعني هذا التصريح هتتناقله طبعا كل المحطات، طبعا كل القنوات، تصريح من معالي وزير الطيران الفريق يونس المصري، اللي هو بيؤكد ان هو لا يوجد لاي تعليق لحركه الطيران بناء على الانفجار الذي تم، وهذا الانفجار لا يعني ليس لم يحدث في محيط مطار القاهره، وهو يعني يحدث في منطقة على بعد من محطة من ميناء القاهرة. شكرا. أشكرك شكرا جزيلا معالي وزير الطيران الفريق يونس المصري. أشكرك شكرا جزيلا.